السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلابة وطالبات الصف الثالث الثانوي. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض وحدتنا التانية. الوحدة طبعا هتبقى عبارة عن two parts، جزئين. الجزء الأولاني بنتكلم عن past perfect، والجزء التاني هيكون جزء المقارنة. طبعا زي ما أنتم متعودين إن شاء الله اللي إحنا بنشرحه هنسيب لكم منه نسخة في عندك في أول تعليق أو في صندوق الوصف. لو أنت حابب تحمل الملزمة موجودة عندك مجانية، تقدر تحملها وتشتغل منها، مفيش أي مشكلة. وبرضو اللي حابب يسجل اللي إحنا بنكتبه، إحنا بنسيب البورد، اللي حابب ياخد سكرين كل ده متاح، مفيش أي مشاكل. يا ريت متنساش دعمنا بلايك وشير علشان نقدر نوصل لأكبر قدر ونفيد ناس أكتر. يلا كده بينا نبدأ مع بعض. في الجزئية بتاعتنا دلوقتي هنشتغل على زمن الباست بيرفكت، الماضي التام. زمن الباست بيرفكت او اي زمن احنا بناخده، ركز جدا. اول نقطة خلي بالك من الفورم بتاعه، من الشكل، لان انت لو خدت بالك من الشكل هتبدأ تفتكر الزمن يعني بالتدريج ورا بعضه. يبقى اول حاجة خلي بالك من الفورم بتاع الايه، الباست بيرفكت، الماضي التام. تعال كده نشوف شكل الماضي التام. اول حاجة كده هنكتب عندنا اهو كده، هتبقى ايه وانت قاعد دلوقتي كده معايا، الملزمة موجودة عندك، بس انت برضو ايه هتعمل ايه، خلي بالك بقى اقول لك هتعمل ايه. هات كده ورقة وقلم عشان تسجل معايا التريكات واحنا شغالين. احنا مش هنشرح كده وخلاص، لا هنشرح واقول لك خلي بالك من الجزئية دي. الباست بيرفكت اللي هو الماضي التام، ايه الماضي التام ده؟ ايه الفورم بتاعه؟ شكله سهل جدا، شكله بسيط اهو. ادي شكل الماضي التام. احنا بنبدأ بالسبجكت، بالفاعل، بلس هاد، بلس البي بي اللي هو الايه، التصريف الثالث. تاني عندنا سبجكت، فاعل، عندنا هاد، عندنا التصريف الثالث. اسهل حاجة اللي مسهلة الزمن ده ان هاد بتيجي مع اي سبجكت، سواء سنجلر او بلورال، يعني جمع او مفرد، يعني اي وي يو ذي، كله بياخد هاد، بلس التصريف الايه، التصريف الثالث. طيب القاعدة دي قبل ما اديك مثال، هل دي قاعدة معلوم ولا قاعدة مجهول؟ يعني قاعدة اكتف ولا قاعدة باسيف؟ احنا قلنا طالما عندنا بادئين بفاعل يبقى دي قاعدة المعلوم، تمام؟ يبقى هنيجي هنا قبل جنب القاعدة دي كده ونكتب كده دي قاعدة الاكتف، قاعدة المعلوم. يبقى الباست بيرفكت، الباست بيرفكت الماضي التام، هاد بلس التصريف الثالث. الفيديو ده انت لازم تطلع منه حافظ الدرس زي ما بيقولوا، مش حفظ بقى، النظام الحديث، تحل على طول ان شاء الله. هتحل اي جملة بعد الايه، بعد الفيديو بتاعنا. تعال نكتب جملة كده، هقول احمد had bought some fruit. احمد had bought some fruit. الجملة دي طبعا جملة اكتف، جملة معلومة، بدأ بسبجكت اهو. هنشوف كده، ادي احمد، وبعد كده عندي هاد بوت، ادي هاد والتصريف الثالث، ادي البي بي من باي اللي هو يشتري، وادي سام فروت دي اوبجكت، دي جملة معلومة، احمد اشترى بعض الايه، الفاكهة. اي زمن تاخده، تاخد اكتف تذاكر مع الباسف بتاعه. المجهول يعني ايه مجهول؟ تعالى احنا قلنا ان المجهول على طول بنبدأ بالاوبجكت، مين الاوبجكت ده؟ اللي هو المفعول. طيب وبعد كده عندك هاد بن بلس التصريف الثالث، وبعد كده باي اهو، دي قاعدة الباسيف. يبقى دي تاني قاعدة سجل معايا اهو، خلي بالك معايا. يبقى انت قاعدة الاكتف هاد تصريف ثالث، الباسيف هاد بن والتصريف الثالث. طب تعال نكتب جملة كده، دي احمد هاد بوت سام فروت، تعال نعملها باسيف. يبقى هنقول سام فروت had been bought، بعض الفاكهة ايه، تم شرائها باي مثلا مين، باي احمد. يبقى انت لما تيجي تذاكر had والتصريف الثالث، had been والتصريف الثالث، الزمن ده النيجاتيف بتاعه سهل. لو انت حابب تنفي احمد hadn't bought، وضع نوت هنا بس. لو عايز تعمل question had احمد bought، had احمد bought، هل احمد اشترى؟ يبقى انت انا عايزك تركز لي كده بس عندك ان الباست بيرفكت هاد والبي بي، والباسيف هاد بن والبي بي، لازم كده ايه ثبت المعلومتين دول عندك. طيب لو انت فهمتني تعال نشوف الجمله دي مع بعض اللي احنا ايه هنكتبها. هنقول مثلا هنا كده لانش
وهنقول اختيارات had eaten had been eaten lunch by her had eaten had been eaten. تمام؟ يلا كده عندك بقى في التعليقات دي اول جملة هديها لك النهاردة. احنا كل ما نشتغل على جزئية صغيرة انا عايز الناس تبقى ايه على طول يعني مركزة معايا. تاني حل الجملة دي، ذاكر معلوم، ذاكر مجهول، وقول لي يا ترى الجملة دي بدأ بكلمة لانش الغداء باي هير بواسطتها، يا ترى had eaten had been eaten. تمام؟ دلوقتي هنبدأ نشتغل مع بعض على اليوز الاستخدام بتاع الباست بيرفكت، استخدام الماضي التام. مش عايز منك من البورد غير قاعدة الاكتف وقاعدة الباسيف لحد ما نشوف بقى اليوزز استخدامات الباست بيرفكت. هسيب لك البورد، لو انت حابب تاخد سكرين خد سكرين ونرجع نكمل مع بعض تاني. يلا نشوف مع بعض استخدامات الباست بيرفكت. انا سايب لك التكوين عشان ما تنسوش هاد والتصريف الثالث. اول استخدام معانا يبقى احنا هنكتب كده الاستخدام، اول استخدام معايا خلي بالك معايا بيقول لي حدث تم قبل او بحلول وقت معين في الماضي. يعني ايه حدث تم قبل او بحلول وقت معين في الماضي؟ بيقول لي انا ممكن استخدم كلمة باي دي او كلمة بيفور اللي هي قبل او this time اللي هو في مثل هذا الوقت، بس يجي بعدهم ايه بقى؟ تعبير يدل على الماضي، وبعد كده نجيب ايه؟ ماضي تام. طبعا الكلام مش مفهوم، يعني انا مش فاهم حاجة اللي انت كاتبه ده يا مستر. حدث تم قبل او بحلول وقت معين في الماضي، اقول مثلا by 2012. تمام؟ يعني بحلول 2012. ماضي اهو، تعبير زمن يدل على الماضي اهو. حدث تم قبل، يعني الحدث ده تم اهو. The government اللي هي الحكومة had built a new hospital. عملت ايه مثلا؟ مستشفى جديدة. يبقى المستشفى دي اتبنت بحلول السنة دي اللي هي كانت كام؟ 2012. يبقى حدث تم قبل او بحلول وقت معين في الماضي. تمام؟ ممكن ندي مثال كمان، مثلا نقول before 11 o'clock yesterday اهو ماضي كله قبل الساعة 11 امبارح. علي had sent كان ارسل مثلا 3 ايميلز. كام ايميل؟ 3 ايميل. يعني قبل الساعة 11 ما تيجي او في وقتها بالظبط كان هو بعت كام ايميل؟ 3 ايميلات. ده اول استخدام اللي هو حدث تم قبل او بحلول وقت معين فين؟ في الماضي. الاستخدام الثاني والمهم بقى اللي هو حدث تم قبل حدث اخر في الماضي. خلي بالك بقى ده الاستخدام المهم اللي احنا نشتغل عليه باقي المحاضرة بتاعتنا. حدث تم قبل حدث اخر في الماضي. يعني ايه حدث تم قبل حدث اخر؟ حاجتين في الماضي، الحاجتين خلاص حصلوا. حاجتين في الماضي، الحاجتين حصلوا. اللي هيسبق الحدث اللي هيسبق عفوا هيبقى ماضي تام. نقول تاني، حدثين تموا في الماضي فيهم حدث سبق حدث، اللي هيسبق هيبقى ماضي تام. على سبيل المثال حد مثلا امبارح عمل الواجب، وبعد ما عمل الواجب شاف التلفزيون. حلو خالص. موضوع ان انا عملت الواجب ده هو اللي تم في الاول، هنعمله ماضي تام. طيب والحاجه اللي بعدها بقى اللي هو شفت التلفزيون او نمت هيبقى باست سيمبل، ماضي بسيط. هتلاقي النهارده الدرس بتاعنا مركز جدا على زمن الماضي البسيط لان هيبقى اسمه الحدث الثاني. يبقى تاني
يبقى الماضي التام اهم استخدامين حدث تم قبل او بحلول وقت معين، عندك باي بيفور ويز تايم هيجي بعدهم كلمه تدل على الماضي وبعد كده ماضي تام. الاستخدام التاني حدث تم قبل حدث اخر في الماضي. تعال كده ندي مثال، هندي مثال هنا على دي كده في الجزئيه دي. هقول مثلا after، وهناخد قاعده after بالتفصيل دلوقتي. I had done my homework، بعد ما عملت الايه الواجب بتاعي اهو. had done تصريف ثالث اهو، حدث اول عملت الواجب، عملت ايه بعدها بقى؟ مثلا I slept، ماضي بسيط اهو. خلي بالك نقول تاني، هشرح تاني اهو. يبقى انت عندك الماضي التام اهو حدث اول، طب والماضي البسيط حدث ثاني. يبقى حدث تم قبل حدث اخر في الماضي، ودي اهم استخدامات الباست بيرفكت الماضي التام. طبعا احنا لسه هنشرح الروابط بالتفصيل، بس احنا ماشيين ستيب باي ستيب، احنا بنشرح للي ما يعرفش اي حاجه اصلا في الماضي التام. ده ممكن حد تاني يشرح لك الماضي التام يبدا يدخل لك بالروابط على طول، بس احنا ما عملناش كده، احنا ماشيين ايه بالراحه خالص. يبقى احنا دلوقتي خدنا ايه، تعال نراجع تاني. خدنا الباست بيرفكت الماضي التام، فاعل هاد والتصريف الثالث، دي اول حاجه خدناها. خدنا المجهول بتاعه، قلنا مفعول هاد بينه والتصريف الثالث، ادي قاعدتين اللي خدناهم. الاستخدام حدث تم قبل او بحلول حدث اخر او وقت معين في الماضي، وحدث تم قبل حدث اخر، اللي يجي في الاول هيبقى باست بيرفكت، واللي هيجي بعده هيبقى باست سيمبل ماضي تام، واللي بعديه هيكون مين؟ ماضي بسيط. هات بقى كراستك، ابدا سجل معايا اللي جاي ده، لان عندنا مجموعه من الروابط كتير جدا، هم سهلين بس احنا هنمشي خطوه بخطوه. اكتب ورايا علشان ايه؟ يبقى الدرس ايه؟ ما يبقاش كبير عليك. سجل معايا معلومه بمعلومه، هسيب لك البورد اللي حابب ياخد سكرين. يلا كده بسرعه عشان نكمل مع بعض باقي درس الباست بيرفكت الماضي التام. يلا كده بقى مع بعض نشوف ليه الروابط. ابدا سجل بقى معايا الروابط بتاعه الباست بيرفكت الماضي التام، علشان ايه ما يعني ما يدخلوش في بعض، هم سهلين خالص واسهل من السهوله، بس انت حاول يعني تسجل وذاكر وحل على طول بعدها عشان ما تنساهمش. اول حاجه عندك في الروابط رابط مشهور جدا طبعا، اللي هو كلمه مين؟ after. وافتر ده بيساوي بقى مين؟ خلي بالك بقى، عندك كلمه once، عندك كلمه the moment، عندك كلمة when، وان اللي هي ايه؟ اللي هي معناها ايه؟ عندما. عندك كلمة as، soon، as. عندك it was only when، وعندك it wasn't until. بس دول هقول لك ايه هنعمل ايه فيهم دلوقتي. it wasn't until، يبقى انت عندك after، once، with the moment، when، as soon as، it was، it was only when، it wasn't until. يلا كده نشوف هيجي بعدهم ايه والحدث الثاني هيبقى ايه. تعالوا هنا كده مع بعض نشوف معانيهم. after، بعد، once بمجرد ان، the moment في اللحظة التي، when طبعا عارفين معناه عندما، as soon as برضو بمجرد ان، it was only when يعني عندما، it wasn't until يعني لم يعد او حتى فعل هذا الشيء. طيب الروابط دي هيجي بعدها ايه؟ خلي بالك بقى معي اهو، هيجي بعدهم past perfect ماضي تام حدث اول. احنا اتفقنا قلنا ان الماضي التام هيبقى حدث اول، وبعد كده هيبقى عندي ماضي بسيط اللي هو فعل منتظم وفعل غير منتظم، وده طبعا هيبقى حدث ثاني. يبقى الروابط دي after و as soon once و the moment و when و as soon as و it was only when و it wasn't until، ماضي تام ماضي بسيط. بس خلي بالك ملاحظة صغيرة، الاتنين دول اللي هو it was only when و it wasn't until كل حاجة تمام، بس في بداية الجملة التانية استخدم كلمة that قبل الماضي البسيط، لازم يجي معاهم كلمة that. تاني it was only when و it wasn't until بيجي معاهم في بداية الجملة التانية ذات. انا مرضيتش اشرحهم لوحدهم عشان تذاكرهم مع بعضهم كلهم كده. يبقى after، as soon as، او once، with the moment، when، و as soon as، و it was only when، و it wasn't until، ماضي تام ماضي بسيط. تعال كده نشوف مثال عشان نفهم بيه اكتر القاعدة دي. هنقول مثلا after، بعد،
I أنا مثلا had checked the emails، يعني بعد ما شفت الايه الايميلات، ادي ماضي تام هاد والتصريف الثالث، شاف الايميلات في الاول. After I had checked the emails I went to bed. يعني ايه went to bed؟ ذهبت للنوم. ادي went ماضي بسيط، على فكرة عادي خالص، انا ممكن اقول I went to bed، انا ذهبت للسرير. After I had checked the emails. طب لو استخدمنا مستر it was only when، اكتب بقى معايا it was only when، انه فقط عندما I had checked the emails، هاجي في بداية الجملة واستخدم كلمة مين؟ that I went to bed. I went to ايه؟ to bed. يبقى دي اول حاجة معانا في الروابط، ان after once with the moment to when as soon as it was only when it wasn't until ماضي تام بعدهم ايه؟ ماضي بسيط. طيب عكس دول مين بقى؟ عكس after او مين تاني في الروابط؟ خلي بالك معايا، سجل بقى عندك before و by the time اللي هي معناها قبل، when برضو، مالهم دول بقى؟ طبيعي يا جماعة من غير انا ما اكتب، after معناها بعد، جه بعدها ايه؟ ماضي تام. طب before معناها قبل، يبقى هيجي بعدها مين في الاول؟ الماضي البسيط اللي خلي بالك احنا متفقين مسمينه ايه؟ حدث ايه؟ ثاني. وهنا هيبقى الماضي التام اللي هو احنا مسمينه ايه؟ حدث اول. طب تعال نطبق الجملة دي كده، نشيل after ونستخدم before. هنقول ايه؟ هنقول before يعني قبل. I had checked the emails، هستخدم بقى التانية، هقول I went to bed. يعني I went to bed، انا ذهبت للنوم قبل ما انام. I had، ها عملت ايه بقى؟ checked يعني اتأكدت من ايه؟ من the emails. تمام، اتأكدت من ايه؟ يا سنة تانية او يا سنة تالتة، لان طبعا درس على كل الثانوية العامة. before I went to bed I had checked the emails. يبقى نقول تاني after once the moment when as soon as it was only when it wasn't until، ماضي تام حدث اول، بعد كده ماضي بسيط. ما تنساش ان it was only when it wasn't until معهم كلمة مين؟ معهم كلمة that. عندك بقى before و by the time when، ماضي بسيط وبعد كده ايه؟ وبعد كده ماضي تام. تمام، دي اول حاجتين، يبقى سجل عندك دي الملاحظه الاولى في الروابط ودي الملاحظه الثانيه. اللي عايز ياخد سكرين، وهنكمل برضو على نفس الشرح بتاعنا زي ما احنا. تعالى بقى ركز معايا كده في الملاحظات اللي هنقولها. تالت معلومه عندك اهوت، احنا قلنا اول حاجه الروابط. تمام، يمكن استخدام، يعني احنا ممكن نستخدم عادي الفيرب زائد ing على طول بعد مين بقى؟ بعد after. خلي بالك after بس من الروابط، وبيفور. تمام، يعني احنا ممكن بعد after وبيفور نجيب فيرب زائد ing اذا كان الفاعل مشترك. اذا كان الفاعل واحد عادي نستخدم after او before يجي بعدها فيرب زائد ing. احنا كنا كاتبين من شوية، كنا بنقول after I had checked، يعني بعد انا ما اتاكدت من الايميلات، I went to bed، انا ذهبت للايه؟ للسرير، او رحت نمت يعني. عادي خالص ممكن استغنى عن after واقول after، هشيل I واشيل had، وتشيك دي هتبقى ايه بقى؟ after checking the emails I went to bed. الكلام ده بينطبق على مين؟ الكلام ده بينطبق على after و before بس في الروابط في موضوع ال ing. يعني ممكن after او before نجيب بعدهم verb زائد ing، يعني لو الفاعل نشيل الفاعل ونشيل had تبقى after checking. طب لو before يا مستر، هي كانت تبقى before I went. تعال نعملها. طيب before I went to bed، قبل ما نام I had checked. انا رجحت الجملة اصلها تاني، رجحت الجملة أصلها تاني. عايز أنا أستخدم before ing عادي، before هشيل I، when ترجعه لأصله هيبقى go، هيبقى before going to bed I had checked the emails. يبقى الملاحظة دي ركز معايا، يمكن استخدام verb زائد ing بعد مين؟ بعد after أو بعد مين؟ أو بعد before. يلا سجل الملاحظة ديت عشان ندخل على الملاحظة رقم 4.
بعد كده عندي الملاحظة اللي بعدها، عندي بيقول لي ان كلمة after، خلي بالك بقى من ده عشان ناس كتير بتتلخبط فيها، بتساوي before that. يعني ايه before that؟ قبل ذلك. والعكس كلمة before بتساوي after that، يبقى كلمة that بتغير المعنى خالص. تاني الملاحظة دي، كلمة after بتساوي before that، وكلمة before بتساوي after that. تمام، تعال نشوف كده مثال. هقول مثلا after I had done my homework، بعد ما عملت الواجب بتاعي I slept، انا ايه؟ انا نمت. تمام، الجملة دي مستخدم فيها كلمة مين؟ كلمة after. لو انا مثلا عايز استخدم after that، بص هنقول ايه؟ I had done my homework، انا عملت الواجب. After that بعد ذلك عملت ايه؟ I slept. I had done my homework، انا عملت الواجب. After that I slept. يبقى خلي بالك after بتساوي before that، لان before that معناها قبل ذلك. قبل ذلك معناها ايه بالعربي؟ اللي هي بعد، وبيفور معناها قبل، وهنا after that اللي هي بعد ذلك. خلي بالك عشان ما توقعش في الايه، في الجزئيه البسيطه دي. يبقى كلمه after بتساوي before that، كلمه before بتساوي after that. بعد كده هننتقل لرابط تاني خالص، اللي هو مين؟ اللي هو كلمه حتى، اللي هي كلمه till او until. قاعده مهمه جدا وسهله، بيجي قبلها ماضي بسيط غالبا منفي. يعني ايه منفي؟ بيتنفى ب didn't زي ما احنا عارفين الماضي البسيط، او ب wasn't weren't لو فعل اساسي، وبعده هيبقى مين؟ ماضي تام. تاني قاعدة تل وانتل في المنتصف على طول في النص اهو، ماضي بسيط غالبا منفي، وبعدها ماضي تام اللي احنا مسمينه ايه الماضي التام ده؟ حدث اول. هو ينفع يجي بعد تل وانتل كمان ماضي بسيط، يعني ممكن ماضي بسيط ماضي بسيط، بس الافضل والاولوية للماضي التام. وهنا الماضي البسيط احنا مسمينه حدث ثاني. طب عشان نفهمها اكتر تعال نطبق الجملة دي. I had done my homework، ده ماضي تام اهو. طيب وسلبت؟ ماضي بسيط. يلا نستخدم تيل وانتل. تيل وانتل عايزين قدامها الحدث الثاني اللي هو I slept، تعالوا ننفي. يلا كده هقول I، الماضي بيتنفى بايه؟ ايوه ب didn't، والمصدر من slept sleep. I didn't sleep، انا لم انم. until حتى، عملت ايه في الاول بقى؟ I had done my homework. تمام، يبقى انت كده ركز معايا قبل ما ادخل على النقطة الجديدة، هتذاكر روابط after. after و as soon as و once و the moment و it was only when و it wasn't until. بعد كده هتذاكر روابط before، اللي هي before when و by the time. دي اول حاجتين انت هتعملهم. بعد كده تبدأ تدخل على الملاحظات بقى. ايه الملاحظات؟ ان ينفع after و before في حالة عدم وجود فاعل يجي بعدهم verb زائد ing. دي تالت ملاحظة متسجلة عندك. بعد كده رابع ملاحظة، انت عندك after بتساوي before that، وعندك كلمة before بتساوي after that. خامس ملاحظة، ان كلمة till و until قاعدتهم قبلهم ماضي بسيط غالبا منفي، وبعدهم ايه؟ بعدهم ماضي تام. سجل كده ملاحظة بملاحظة، هتلاقي الدرس سهل معاك وهتحل اي جملة ان شاء الله على طول بعد ما تتفرج على الفيديو. سجل يلا عندك الحاجات دي، حابب تاخد سكرين ونرجع نكمل ان شاء الله مع بعض. القاعدة اللي عندي دلوقتي هم ثلاث كلمات مع بعض، يعني الثلاثة هم ايه؟ يعني نقدر نقول هم لهم قاعدة واحدة. أول حاجة عندي كلمة اسمها no sooner، وبعد كده عندي كلمة hardly، وبعد كده عندي كلمة scarcely. بيقول لي إن هم بيجوا بقى ايه؟ عندي هنا subject فاعل، احنا قلنا الماضي التام بيتكون من ايه؟ had والتصريف الثالث. ملاحظين حاجة؟ احنا عملنا ايه؟ بعدنا هاد عن التصريف الثالث وجبنا الثلاث كلمات دول. ايه ده؟ يبقى هو مكانهم كده مكان نو سونر وهاردلي وسكيرسلي بين هاد وبين التصريف الثالث. ونيجي بقى في بدايه الجمله الثانيه، خلي بالك لو استخدمت نو سونر هتستخدم في بدايه الجمله الثانيه كلمه ذان، ولو استخدمت هاردلي وسكيرسلي هتستخدم في بدايه الجمله الثانيه وين او بيفور. وهنا عادي طبعا، مين هنا؟ الماضي البسيط. تاني عشان ما تتلخبطش بالراحه، يبقى no sooner ايه قاعدتها؟ قبلها had وبعدها تصريف ثالث.
نو سونر قبلها هات وبعدها تصريف ثالث. لو نو سونر لازم يجي معاها زين هاردلي وسكيرسلي وين وين او بيفور. وبيفور بيفور هنا مفيش مشكله. تعال نكتب جمله، احنا كنا شغالين على جمله دلوقتي بتاعت ايه، اي هاد تشيكد ذا ايميل. تعال نعملها كده، اي هاد نو سونر اتشيكد. شوف الماضي التام بقى عامل ازاي. تعال كده شوف الماضي التام اتقسم كده اهو، ادي هاد وادي التصريف الثالث. نفس النظام scarcely هتبقى هنا، hardly هتبقى هنا. I had no sooner checked the email. انا لما كنت حاطه افحص الايميلات انا استخدمت مين هنا؟ no sooner، يبقى لازم بقى then واكمل عادي. I went to bed. خد بقى الملاحظه اللي جايه دي بقى ملاحظه مهمه جدا. قال لك ممكن ابدا ب no sooner وممكن ابدا ب hardly وممكن ابدا ب scarcely. بعد كده نفس القاعده قال لك لا، قال لك لو بدانا بعديهم بيهم الماضي التام يتعامل صيغه question، صيغه سؤال. يعني ايه صيغه سؤال؟ هتطلع بره. طب اكتب لنا القاعده يا مستر. هيجي بعدهم had زائد فاعل زائد التصريف الثالث. دي مو شغل الامتحانات بقى، خلي بالك بتاع الثانويه العامه. تاني اهو no sooner و hardly و scarcely لو جم في الاول هيجي بعدهم had فاعل والتصريف الثالث، والجزء الثاني زي ما هو ما تجيش عنده خالص، سيبها زين سيبها وين سيبها وين. تاني يبقى no sooner و hardly و scarcely لو بدأنا بيهم الجملة هتتغير صيغة سؤال، صيغة question. اي صيغة بعد حتى لو ماضي بسيط بعد no sooner تبقى ديد مثلا فاعل مصدر. طب تعال نعمل كده no sooner و hardly و scarcely، تعال نطبق الجملة دي. تعال نطبق مثلا ب hardly، هنقول ايه؟ هنقول hardly had الفاعل مين؟ I، التصريف الثالث checked. شوف شكلها بقى عامل ازاي، بقت no soon اه سوري hardly had I checked the email when او before I went to bed. ده بالنسبة لقاعدة no sooner و hardly، قاعدة من القواعد المهمة جدا، سجلها عندك يلا عشان نكمل باقي ال past perfect. الملاحظة اللي هنشرحها دلوقتي هنشرحها من خلال أمثلة. تعال نشوف كده المثالين دول مع بعض. أول مثال عندي بيقول لي after يعني بعد طبعا she had done، أدي عندك أهو past perfect ماضي تام اللي إحنا بنسميه إيه؟ حدث أول. after she had done the shopping بعد ما هي عملت التسوق، عملت إيه؟ she took a taxi، خدت تاكسي to went to home عشان ترجع مثلا المنزل. ده هو ماضي بسيط تمام، ده مش هيهمنا أهو في الملاحظة اللي إحنا هنشرحها دلوقتي. يبقى هنا عندي after وجاي بعدها ايه؟ ماضي تام عادي، هو جمله معلومه after she had done the shopping. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ان after في المعلوم انا ممكن تساوي، قال لي ممكن استخدم كلمه having. having مكان after اه، ايه معناها؟ بعد برضو. يجي بعدها ايه بقى؟ خلي بالك قال لي يجي بعدها التصريف الثالث. ركز بقى في القاعده ومالكش دعوه بالجمله الثانيه، سيبها زي ما هي ماضي بسيط. تاني يبقى having ينفع تحل محل افتر في المعلوم اه، معناها بعد، يجي بعدها تصريف ثالث على طول، والجملة التانية مالكش دعوة بيها. طب تعال نعملها كده، تعال نطبق الكلام ده. هشيل مين هنا؟ after، اقول ايه؟ having. having كده معناها بعد، عايزين تصريف ثالث على طول بعد after، ولا فاعل ولا had، ولا فاعل ولا had. مين بقى تصريف ثالث هنا؟ done. شايف الجملة شكلها عاملة ازاي؟ having done. وأكمل the shopping بعد ما عملت الشوبينج، الجملة التانية زي ما هي she took a taxi. يبقى نقول تاني، اكتب بقى سجل عندك كده، إن after تساوي having بس having بيجي بعدها تصريف ثالث. إيه تاني التركيب ده يساوي إيه؟ قال لي ممكن أبدأ بالverb زائد ing على طول. verb زائد ing على طول بس كده أه، لما تكون الجملة معلومة ممكن أستغنى عن after وممكن استغنى عن شي واستغنى عن هات وادور على الفيرب اللي هو كلمة دو. هتبقى الاجابة ايه؟ doing the shopping. جملة غريبة شوية بس سجلها عندك ومليش دعوة بالجملة التانية، she took a taxi. نقول تاني، يبقى في حالة الجملة ما تكون معلومة يمكن استخدم having تصريف ثالث وممكن استخدم فيرب زي ing على طول، doing the shopping. تمام؟ تعال نشوف الجملة التانية. after برضو my car had been repaired،
in the jar. هسألك سؤال، ايه الفرق بين الجملة دي والجملة دي؟ after she had done the shopping، ماضي تام. after my car had been repaired، زمن ايه ده؟ had been repaired. حد بقى اللي مركز، ماضي تام، بس ماضي تام باسيف مجهول. مش احنا قلنا المجهول مفعول had been والتصريف الثالث، يبقى دي جملة مجهولة. after my car had been repaired in the garage، بعد ما السيارة بتاعتي صلحت، my car stopped using much petrol، ما بقتش استخدم بنزين كتير، يعني بعد ما اتصلحت. ادي ده ماضي بسيط عادي مفيش اي مشكلة فيه. يبقى اكتب لي كده قدام الجملة دي مجهول. حلو، انا عايز اوصل لايه يعني؟ عايز اوصل لايه؟ الجملة دي في المعلوم، قلنا في المعلوم having يجي بعدها تصريف ثالث، وممكن استخدم ing على طول. طب هنا بقى قال لي ينفع برضه استخدم having محل after في المجهول، بس يجي بعدها been والتصريف الثالث. ركز بقى معايا ما تتهش مني تاني. يبقى having في المعلوم يجي بعدها تصريف ثالث، انما having في الباسيف يجي بعدها been والتصريف الثالث. والجملة التانية مالكش دعوة بيها، سيبها زي ما هي. تعال كده نشتغل على الجملة دي. هنقول ايه؟ هنقول having، وهنزل كلمة been، والتصريف الثالث اللي هو repaired in the garage، بعد تصليحها في الجراج the car stopped using much petrol. ادي اول ملاحظة سجلها معي. طيب في حاجة تانية كده دلانجي قال لي قال لي ممكن ابدأ بالتصريف الثالث بس واكمل الجملة التانية زي ما هي. ايه ده؟ تصريف ثالث بس زي ما هنا كان ing بس؟ يبقى ing يحل محل after في المعلوم، والتصريف الثالث يحل محل after في الباسيف او لما تكون الجملة مجهولة. تعال نطبق كده. after my car had been repaired اهو. ايه ده؟ يبقى الجملة ينفع تبدأ بريبيرد وليها معنى؟ يعني ينفع اقول ريبيرد كده؟ ريبيرد in the garage. ركز في التركات دي محدش هيقولها لك. repaired in the garage، ها my car stopped using much petrol. وكل ده هنحل عليه كتير جدا ما تقلقش، انا عايزك بس تثبت القواعد دي عندك عشان ما تتهش منك. نقول تاني، يبقى after having ينفع تحل محلها في المعلوم بتصريف ثالث، وممكن نستخدم فيرب زائد ing. طيب في المجهول having يجي بعدها been والتصريف الثالث، وممكن استخدم تصريف ثالث في بدايه الجمله واكمل بباقي الجمله الثانيه. مش دعوه بالجمله الثانيه، الجمله الثانيه كده كده ماضي بسيط، احنا الشغل كله شغالين على الجزئيه الاولى. شغالين على ايه؟ على الجزئيه الاولى. يبقى خلي بالك ان having ينفع تحل محل after في المعلوم يجي بعدها تصريف ثالث، في المجهول يجي بعدها been والتصريف الثالث. سجل يلا ملاحظاتك ونرجع نكمل اخر حاجه في الباست بيرفكت في الماضي التام عشان ندخل على الماضي التام المستمر. اخر ملاحظه معانا في الباست بيرفكت، يعني المفروض ان احنا عارفينها، اللي هي كلمه لان. بيكوز اللي هي معناها لان، دي تجيب كل ازمنه بقى، واز عادي، وسنس لما تكون بمعنى لان عادي، ينفع يجي بعدهم ماضي تام وبعد كده ماضي بسيط، حدث اول وحدث تاني عادي خالص برضه. هقول اهو مثلا I didn't swim، انا ما عمتش، ادي ده ماضي بسيط اهو. because او as او since I had مثلا forgot، لان انا ايه؟ نسيت my swimming سوت، نسيت بدلة الايه؟ بدلة الغطسة. دي عندك هاد والتصريف الثالث وعندك قبلها ماضي بسيط، يبقى عادي خالص ينفع because واز وسنس مفيش مشكلة، وبرده يعني عادي خالص ماضي تام ماضي بسيط. دي اخر ملاحظة عندنا في الباست بيرفكت الماضي التام. دلوقتي بقى هنبدأ نشتغل على الباست بيرفكت كونتينيوس اللي هو الماضي التام المستمر، صغير جدا وبسيط مفيش تفاصيل كتيرة زي الماضي التام. يلا بينا كده سجل السكرين بتاعتك ونشوف الباست بيرفكت كونتينيوس. يلا كده بينا بقى نشوف ايه الباست بيرفكت كونتينيوس. احنا دلوقتي كنا شغالين على الباست بيرفكت اللي هو الماضي التام. دلوقتي بقى الباست بيرفكت كونتينيوس سهل خالص اللي هو الماضي التام المستمر. التركيب بتاعه سبجكت فاعل هاد بن
زاد الفيرب زاد ing ده الشكل بتاعه. هيستخدم امتى ده بقى؟ بيقول لي حدث استمر لفترة في الماضي. حدث استمر لفترة في الماضي قبل وقوع حدث اخر. يبقى كم حدث هيحدث برضو؟ اتنين حدثين تم في الماضي، بس فيهم الاولان استمر شوية. بس هي دي الفكرة، زي الماضي التام. الماضي التام كان حدث قبل حدث، ده الماضي التام المستمر استمر الفترة. طب احنا هعرفه منين ان هو استمر بقى؟ هتلاقي مثلا فور وراها مدة، وممكن تلاقي سينس، وممكن تلاقي اول زائد وقت زي اول داي طول اليوم. لما تلاقي حاجة كده تدل على الاستمرار هتروح للماضي التام المستمر، الا بشروط، لان احنا هناخد وقت حالات ما ينفعش استخدم فيها الماضي التام المستمر خالص، حتى لو في حاجة تدل على الاستمرار بس ملناش دعوة بيها، احنا بس خلينا في الماضي التام المستمر دلوقتي. حدث استمر الفترة في الماضي قبل وقوع حدث اخر. تعال نقول مثال، مثلا اقول مثلا she had been studying، هي فضلت تذاكر for 2 hours، قعدت قد ايه تذاكر؟ ساعتين. when she fell asleep، لحد ما سقطت فين؟ في النوم. ادي ماضي بسيط عادي خالص اهو، وده ماضي تام مستمر. طب ليه هنا ده ماضي تام مستمر؟ عشان عندها اهوت فور تو اورز، فدي دلت على ان الحدث استمر، يعني قبل النوم هي فضلت مستمره في المذاكره لمده قد ايه؟ لمده 2 hours، لمده ساعتين. يبقى الباست بيرفكت كونتينيوس، الماضي التام المستمر، حدث استمر الفتره في الماضي قبل وقوع حدث اخر، وهتلاقي انت عندك حاجه كده تدل على الايه؟ على الاستمرار. سجل السكرين بتاعك دلوقتي بقى، هشرح لك ايه امتى ما نستخدمش الماضي التام المستمر. نفس النظام اللي لما شرحناه امتى ما نستخدمش المضارع المستمر، امتى ما نستخدمش المضارع التام المستمر، نفس الفكره امتى ما نستخدمش الماضي التام المستمر. يلا كده بقى نشوف مع بعض اخر جزئيه في الدرس بتاعنا، متى لا نستخدم الماضي التام المستمر. لان احنا دلوقتي احنا شرحنا الماضي التام والتام المستمر. الماضي التام المستمر اللي احنا لسه قايلين عشان الناس ما تنساش had been والverb ذات ing. هنا بقى الملاحظات الثلاثه دول امتى ما نستخدمهوش، يعني امتى ما نستخدمش ماضي تام مستمر ونستخدم ماضي تام؟ قال لي مع الافعال اللحظيه. ايه الافعال اللحظيه دي؟ يعني ايه افعال لحظيه؟ يعني افعال ما بتستغرقش، يعني مش بتستغرق وقت كبير في حدوثها. زي ايه مثلا؟ زي كلمه open يفتح، زي مثلا كلمه close يغلق، زي كلمه stop، زي كلمه يتعطل break down. وكاتبهم لكم انا في الملزمه عندكم كلهم. open close الافعال دي لا ما تستخدمهاش في الاستمرار. تعال نشوف مثال. طيب بيقول لك my car had broken down، اهو الفعل broke down ماضي تام. السيارة تعطلت before I reached work، قبل ما اصل. لو حد هنا عايز يقول had been breaking غلط، ده غلط. ليه؟ تقول له غلط ليه؟ قول له عشان الفعل broke down ده المستر قال من الافعال اللحظية ما بتجيش في الماضي التام المستمر، يبقى الافعال اللحظية لا تأتي في الماضي التام المستمر. اتنين، امتى ما استخدمش ماضي تام مستمر؟ عند ذكر عدد مرات حدوث الفعل. يعني ايه عدد المرات؟ تعال نشوف. before I went to bed ماضي بسيط، before بيجي بعدها ماضي بسيط. قبل ما اذهب للسرير I had sent 3 email. طب مش السرير ده عدد؟ تمام. had sent تخليه حد عايز يقول had been sending، يعملها مضارع تام مستمر، اقول له غلط. ليه؟ لان في ذكر عدد المرات. عند ذكر عدد المرات ابعد بقى عن مين؟ عن الماضي التام المستمر. تلاتة، الافعال التقريرية اللي هي طبعا افعال الحواس hear و smell، المشاعر feel و taste، الادراك زي look و seem، وافعال تاني بقى زي be والكلام ده كله. الافعال اللي كتبها لك بالتفصيل، الافعال دي يفضل نستخدم الماضي التام. تعال نشوف كده. he had looked ready، يبدو جاهزا، before the match started. تعال نشوف كده كلمة looked، اهو فعل look من افعال اهو. لو كتبت he had been looking، لا الكلام ده ما ينفعش. ليه؟ لان الفعل look من الافعال، يعتبر الايه؟ الافعال التقريرية. دي الحالات اللي احنا ما ينفعش نستخدم فيها الباست
perfect continuous. يبقى احنا شرحنا كده الماضي التام والماضي التام المستمر، وكل شرحناه زي ما قلنا في ملزمة عندك موجودة، حابب تحملها حملها وذاكر بتمريناتها بالكلام ده كله، ودي اخر جزئية في الماضي التام والماضي التام المستمر. جزئية الجرامر اللي هنتكلم فيها دلوقتي بتتكلم عن حاجة مهمة جدا وموجودة في كل مراحل الثانوية العامة بالتفصيل، ومهمة جدا وسهلة خالص، اللي هي الكومبيراتيف والسوبرلاتيف. ايه الكومبيراتيف والسوبرلاتيف دي؟ نكتب كده بس العنوان في الاول مع بعض، كومبيراتيف and superlative. قبل ما نتكلم في الcomparative والsuperlative، الcomparative اللي هي المقارنة اللي هي بين فردين او بين مادتين اي طرفين، دي اسمها الcomparative. السuperlative اللي هي فرد ومجموعة، يعني مثلا بقارن مادة بكل المواد، بقارن شخص بكل اشخاص. بس دايما لما تاخد مقارنة او تفضيل، دي بنسميها المقارنة والتفضيل، قبل ما تدرس المقارنة والتفضيل لازم في الاول تكون عارف يعني ايه adjective، لان اصلا الدرس ده كله معتمد على adjective. adjective دي اللي هي ايه؟ adjective دي اللي هي الصفة. فنيجي كده في الاول نكتب كده ايه الصفة، adjective الصفة. مالها الصفة؟ الصفة تصف الاسم وتأتي غالبا قبله. يعني ايه الكلام ده؟ adjective لما مثلا ايه عايز اقول مثلا كلمة طويل اللي هي tall، اقول مثلا a tall boy. يعني ايه a tall boy؟ ولد طويل، اهو الصفة تصف الاسم اللي هو البوي وبتيجي غالبا ايه قبل الاسم. دي القاعدة العامة بس مش هنمشي عليها في كل الدرس، يعني مش على طول كده الصفة تصف الاسم وتأتي قبله. تمام، طيب لها مكان تاني؟ غالبا بعد الافعال التقريرية. الصفات لما تيجي بعد الافعال التقريرية زي مين؟ verb to be، am, is, are، زي verb seem، زي verb look، زي مثلا feel، زي taste، وهكذا. الصفة غالبا بعد الافعال التقريرية، يعني ايه؟ اقول مثلا she is cheerful، هي بشوشة. اقول مثلا احمد looks يبدو miserable. miserable يعني ايه؟ يعني بائس. تمام، يبقى ديت احنا بنتكلم هو عن الصفة، يبقى الصفة بتيجي بعد الافعال التقريرية تمام او قبل الاسم. تاني، يبقى الadjective الصفة تصف الاسم وتأتي غالبا قبله او بتيجي بعد الافعال الايه التقريرية. عندي بقى حاجة تاني اسمها الصفات المطلقة. الصفات المطلقة لا تأتي قبل الاسم ابدا، لا تأتي قبل الاسم، مستحيل تيجي قبل الاسم الصفات دي بقى. يعني الصفات، يعني شوف هنا مثلا قلنا طول بوي جت قبل الاسم الصفة، لا، في بقى مجموعة من الصفات اسمها الصفات المطلقة ما بتجيش ابدا قبل الاسم. زي ايه الصفات دي؟ زي كلمة alive اللي هي على قيد الحياة، awoke، مستيقظ. تمام، وهكتب لك انا كل الصفات دلوقتي او هتلاقيها كلها مكتوبة عندك، الصفات المطلقة اللي هي ما تجيش قبل الايه قبل الاسم. عندك alive او كل الصفات ديت ما بتجيش ايه قبل النون، اسمها الصفات الايه الصفات المطلقة. تاني، يبقى انت عندك الصفة تصف الاسم وتأتي قبله غالبا بعد الافعال التقريرية. الصفات المطلقة لا تأتي قبل الايه، لا تأتي قبل الاسم. عندك برضو اللي هي الضمائر الغير محددة زي somebody، someone، anybody، anyone، دي كلها بتيجي قبل الايه؟ بتيجي قبل الصفة. يعني اقول مثلا somebody important، يعني شخص ما مهم، اسمها الصفات الغير محددة. الصفات الغير محددة تسبق الصفة. تاني، يبقى انا عند الصفة تصف الاسم وتيجي قبله، تيجي بعد الافعال التقريرية. الصفات المطلقة دي مجموعة من الصفات ما بتجيش قبل الاسم. الصفات الغير محددة تأتي قبل الاسم. تمام، دي طبعا مقدمة قبل ما ندخل على المقارنة والتفضيل، لازم تكون عارفها لو حابب تاخد سكرين للبورد. ومن غير ما تاخد الكلام ده كده كله مكتوب عندك في الملزمة اللي هتلاقيها في اول تعليق، افتح الملزمة واحنا بنشرح عشان تبقى متابعني وتحل اول باول. تمام، يلا كده اللي حابب ياخد سكرين عشان نكمل.
تعالى بقى دلوقتي امشي معايا كده بقى في الكومباريتيف، هنبتدي بقى الدرس دلوقتي مع بعض المقارنة. امشي معايا كده ملاحظة ملاحظة. اول حاجة قال لي المقارنة، احنا قلنا المقارنة بين طرفين، تمام؟ قال لي اول قاعدة في المقارنة اللي هو حاجة اسمها short adjective. يعني ايه short adjective؟ اللي احنا بنقول عليها صفات قصيرة، يعني من مقطع واحد، زي كلمة tall، زي كلمة fast. مالها الصفات دي؟ ايه القاعدة بتاعتها لما نحب نقارن؟ ده سهل خالص. قال لي بنضيف لها ER وبعدها كلمة than، يعني tall ديت مثلا بتبقى taller than. الكلام ده اعتقد ان انتوا عارفينه. يعني اقول مثلا ايه is taller than مثلا احمد، تمام؟ دي بقى اول حاجة في المقارنة، ان احنا الصفة القصيرة بنضيف لها ER وthan. والكلام ده اعتقد ان احنا عارفينه بقى. والملاحظات البسيطة اللي مثلا عندك كلمة زي happy، لما بنيجي نقارن اخرها y بتبقى happier، وبتقلب الواي الى اي اي ار، ومثلا ايزي ايزير. الكلام ده احنا عارفينه، انا كاتبه لكم في الملزمة. يبقى الصفات القصيرة بنضيف لها ER وthan. خد بقى الملاحظة دي، قال لك ايه؟ قال لك لو الفرق مثلا في الطول بين آية واحمد قصير خالص، وعايز تستخدم كلمة تدل على ان الفرق بسيط جدا، قال لك ممكن تستخدم less. خلي بالك بقى من دي، يبقى less ينفع يجي بعدها ايه؟ صفة مقارنة، بس هتشيل مين؟ الـ AR. هتشيل الـ AR، ادي صفة بدون AR، بدون AR، وبعد كده زين. يعني ايه؟ يعني المثال ده ممكن اعمل كده، اقول ايه is less طول، اقل طول than احمد. يبقى انا ينفع استخدم less؟ يجي بعدها الصفة بس من غير ER. ركز في الملاحظة دي. يبقى تاني في المقارنة، اول حاجة القاعدة بتقول صفة القصيرة ER وبعدها than، وبعد كده بيقول لي ممكن برضو نستخدم صفة بدون ER ونحط قدامها less. less اللي هي اقل. آية is less tall than احمد. دي تاني ملاحظة معانا، او اول ملاحظة بعد القاعدة. طب ايه تاني في الملاحظات اللي موجودة معانا هنا؟ قال لي ممكن ما استخدمش كلمة than لو المعنى مش محتاجها. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول واحدة مثلا اهو اسمها هبة is tall، هبة طويلة، but آية is taller، لكن آية أطول، مش محتاج بقول taller than. هقول taller than مين؟ أطول من مين؟ ما خلاص الجملة خلصت. يبقى أكتب كده هوت يمكن عدم استخدام than. ينفع عادي، مفيش مشكلة خالص، ينفع ما نستخدمش ايه؟ ينفع ما نستخدمش زين، تمام؟ يبقى انت سجل بس عندك القاعدة عشان ما تتلخبطش. الصفة القصيرة لما يكون معاها ER وذان، الصفة القصيرة لما يكون معاها ER وذان، ممكن نستخدم، نشيل الـ ER ونستخدم كلمة less. ممكن استخدم اصلا الجملة، استغنى اصلا عن كلمة زين لما يكون المعنى مفهوم. هبه is tall but آية is taller، تمام؟ خد سكرين ونرجع نكمل. لسه احنا مع بعض في المقارنة. احنا قلنا الصفات القصيرة ER وthan. طب انتوا فاكرين الصفات الطويلة ولا نسيتوها؟ الصفات الطويلة اللي هي اكتر من مقطع، زي beautiful، زي dangerous، زي difficult. مالها بقى الصفات الطويلة؟ قال الصفة الطويلة هنيجي قبلها بكلمة more او كلمة less. الصفة الطويلة more او less، more معناها اكثر وless معناها اقل، وبرضو بعدها كلمة than. يعني مثلا اقول more difficult than less difficult than. يبقى خلي بالك كلمة less بتيجي مع الصفات الطويلة، ماشي، ده جزء من القاعدة. less هنا بتيجي بس ما بيجيش بعدها ER، خلي بالك عشان الناس ما تتلخبطش. less هنا تيجي بس من غير ER. طيب تعال نشوف هنا، نكمل ملاحظاتنا على جزء المقارنة. قال لي ممكن استخدم the وبعدها الصفة القصيرة بتاعتنا وفيها ER. طب هي ازاي بتيجي مع ال ER؟ لا ما بتجيش، المفروض ان انا بقول taller than. طب اقول the taller، ينفع اقول the taller بس بشرط يجي بعدها ايه؟ of the two، يكون عندنا هنا اتنين، يعني من الاتنين. يعني ممكن اقول اهو احمد is the taller
of the two students. هو الأطول ما بين الاتنين الطلاب دول. يبقى ينفع لما يكون عندي of وعندي اتنين ان انا استخدم the. خلي بشوف the taller of. غريبة شوية، المفروض اقول taller than. لا، ينفع tall يتحط لها ير عادي، ينفع يجي قبلها the taller of the two. تمام. طيب بعد كده بيقول لي ايه بقى النقطة اللي جاية دي؟ مهمة جدا جدا جدا. اما يقول لي يمكن تقوية الصفة ان احنا نضع بعض الظروف قدام المقارنة. عندك كلمة much، عندك كلمة a lot، عندك كلمة even، عندك كلمة far. دول يجوا قبل صفة المقارنة يقووها. اقول لك ازاي دلوقتي. ويمكن برضو استخدام اللي جايين دول بقى يقللوها، بقى يخلوها بسيطة خالص، يقللوها، اللي هما كلمة about و a little بدرجة قليلة و slightly. دول ينفع يجوا قبل المقارنة. يبقى يمكن استخدام far و much و a lot و even و a bit و a little و slightly. دول يقووا الصفة ودول ايه؟ يخلوها بسيطة. يعني ايه يقووا الصفة؟ يعني انا مثلا افتراضا دلوقتي عندي واحد اطول من التاني بدرجة كبيرة جدا، ومش عايز اقول taller بس، عايز اضيف حاجة تزودها خالص، اقول ايه؟ much taller. عندي مثلا الطيارة هقارنها مثلا بالبايك مثلا، فعايز اقول اسرع جدا، اقول ايه؟ much faster. اهو اقول مثلا the red car، السيارة الحمراء، is much faster than. هي اصلا الجملة كانت faster than، ينفع بقى اقول much far a lot even than the. هنا هقول السيارة الحمراء مثلا، هقول the blue car. طيب الفرق بينهم بسيط جدا، يعني هما الاتنين شبه بعض، بستخدمش much، استخدم a bit او a little او slightly. تمام. يبقى يمكن استخدام بعض الظروف زي far و much و a lot و even يزوده، وعندي a bit و a little و slightly، يبقى الفرق ايه؟ يبقى الفرق بسيط جدا بالنسبة للكمباراتيف، للمقارنة. هسيب لك البورد اللي حابب يسجل الملاحظات ونرجع نكمل مع بعض. يلا نشوف مع بعض بقى السوبرلاتيف اللي هو التفضيل، ونشوف ملاحظات التفضيل. عندك بقى في التفضيل عندك الصفات القصيرة، بنيجي قبلها وبنستخدم كلمة ذا وبنضيف لها هي est. يعني مثلا لو انا عندي كلمة fast بتبقى the fastest، الأسرع، اهو the fastest. طيب لو عندك صفة long، الصفة الطويلة، هناك في المقارنة كنا بنستخدم more و less، هنا نستخدم the most او the least. يبقى نقول تاني في التفضيل عشان ما تتلخبطش، في التفضيل ذا والصفة و est، وفي الصفة دي في صفة قصيرة، في الصفة الطويلة the most او the least. طيب تمام. ايه الملاحظات الموجودة عندنا هنا بقى؟ بيقول لي ايه؟ بيقول لي يجب حذف ذا، يعني احنا مش هنستخدم ذا في التفضيل سواء هنا او هنا، اذا سبقت، لو الجملة فيها ايه بقى؟ الأعداد الترتيبية. إيه الأعداد الترتيبية دي؟ قال لك مثلا the first، لأن هي أصلا معاها زي، أو the second أو the third. يعني لو جات لك حاجة من دول في الجملة احذف زي، يعني شيل زي من هنا وشيل زي من هنا. طب ناخد مثال، هقول أحمد is the second، ادي يا عم عدد ترتيبي the second most intelligent student in class. انا عايز اقول هو اذكى تاني طالب في الفصل، المفروض اقول the most. لا، قال لك طالما عندك عدد ترتيبي خلاص ما تستخدمش the مع التفضيل، يبقى يجب حذف the اذا سبقت الاعداد اذا سبق بالاعداد الترتيبيه، يبقى مش هنستخدم the. امتى تاني برضه هنحذف the؟ قال لك برضه لو لقيت عندك صفات الملكية،
صيغة التفضيل لو جاي قبلها صفة ملكية احذف ذا. ايه صفات الملكية دي؟ ماي وهز وهير واور ويور وزير واتس، وبرضو الابوستروفي اس. لو لقيت حاجة من دول خلاص ما تستخدمش ذا. اقول مثلا يعني هير بيست نوفل، افضل رواية عندها مفروض ذا بيست، تمام؟ اللي هي من جود. هير بيست نوفل از مثلا افضل قصة بالنسبة لها، مثلا قصة اوليفر تويست مثلا. يبقى تاني نقول تاني، يجب حذف ذا. يبقى احنا في التفضيل المفروض اصلا نستخدم ذا، بس الملاحظة بتقول ان احنا مش هنستخدم ذا. لو كان عندنا اعداد ترتيبية زي ذا فيرست وذا سكند هنستخدم عن ذا، او لو انت عندك الجملة فيها صفات ملكية وعندك مين او عندك ابوستروفي اس. الملاحظة دي مهمة جدا في التفضيل، بتيجي في الامتحانات كتير، سجلها وذاكرها كويس. يجب حذف ذا اذا سبقت بالاعداد الترتيبية بصفات الملكية بالابوستروفي اس، تمام؟ سجل ملاحظتك ويلا نرجع نكمل. بعد كده عندنا قاعدة مشهورة جدا اللي هي ايه؟ قاعدة كلما. كلما ايه؟ كلما كلما دي قال لي هنستخدم ذا وبعدها صيغة مقارنة. صيغة المقارنة اللي شرحناها في الاول هي الصفة القصيرة بي ار او بمور او بليس، تمام؟ بعد كده جملة سبب، والناحية التانية ذا برضو صيغة مقارنة، جملة نتيجة، جملة كاملة بقى. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مقارنة مقارنة. هو ايه الغريب فيها؟ الغريب فيها ان المقارنة ما بتاخدش ذا اصلا. يعني الغريب ان ذا ما بتاخدش مقارنة، بس القاعدة بتقول كده اهو. the more you study، يعني ايه the more you study؟ كلما تذاكر. هي اصلا في حاجة في الانجليش اسمها the more، لا ده اسمها the most، بس هي القاعدة بقى ايه غريبة في كده. المفروض the more you study، كل ما تذاكر اكتر. the برضه هستخدم مقارنة اهو، خلي بالك ما اقولش the highest بقى، ها the higher، المفروض اقول highest، المفروض اقول the highest. لا هي اسمها كلما كلما، the مقارنة the مقارنة. the more you study the higher you get، يعني كل ما تذاكر اكتر كل ما تجيب درجات اعلى اكتر. قاعدة more او ذا مقارنة ذا مقارنة، تمام؟ وعندي برضو حاجة اسمها الزيادة الطردية بس ملهاش علاقة بدي، اللي هو ايه؟ ممكن اقول مثلا ايه the weather in Aswan is hotter and hotter، يعني كل ما بيروح بيزداد حر فحر، تمام؟ يبقى ما ننساش قاعدة كلما كلما، ذا صيغة مقارنة جملة سبب، ذا صيغة مقارنة جملة ايه نتيجة، او ممكن نقول عليها فعل 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 فعل، مش مشكلة. اللي يهمني اللي هتتسأل فيه في الامتحان الجزئية دي، الجزئية دي، ان ذا مور صيغة مقارنة وذا هاير برضو هنا صيغة مقارنة، تمام؟ قاعدة اسمها كلما كلما، قاعدة بسيطة جدا وسهلة. دلوقتي بقى ان شاء الله هندخل بقى على قاعدة التساوي، لما يكون الاتنين متساويين في صفة معينة هنستخدم قاعدة ايه. قبل ما ندخل على قاعدة التساوي اكتب لكم بالمرة، عشان في ناس حاجات كده ناس بتقول انت ما قلتهاش، يعني نقولها بالمرة، اللي هي الصفات الغير منتظمة. يعني ايه الصفات الغير منتظمة؟ انا دلوقتي لو كتبت لك مثلا كلمة طول، طول يعني ايه؟ طويل. لو قلت لك اعمل لي مقارنة في كلمة طول هتقول ايه؟ هتقول taller than. طب ولو قلت لك اعمل لي تفضيل هتقول ايه؟ هتقول the tallest. حلو خالص. عملت ايه انت هنا؟ يعني ضفت ار وذان وهنا ذا صفه هي سيتي. حلو. في صفات بقى ملهاش دعوه بالكلام ده، تحفظ بقى، لازم تحفظهم، ما لهمش علاقه بده كله بقى. عندك كلمه جود، راجع كده معايا يا ترى فاكر جود في المقارنه بتبقى ايه؟ وعندك باد، ها، وعندك فار، وعندك كلمه ماتش وميني، وعندك كلمه ليتل اللي هي قليل. يلا نفتكر مع بعض. good هتبقى ايه؟ better than. طب والافضل هتبقى the best. ماشي. تعالى بقى الباد هتبقى worse than. طب والاسوأ هتبقى the worst. عندك far هتبقى farther او further، و the farthest
وذا فيرذست. نيجي بقى لمين؟ نيجي الماتش وميني كده عارفينها مور ذان، وهنا هتبقى مين؟ ذا موست. عندك ليتل هتبقى لزان، وهنا هتبقى مين؟ ذا ليست، اللي هي معناها الايه؟ معناها الاقل. دي اكتب كده فوقيها صفات غير منتظمة. يلا كده مع بعض بينا نشوف التساوي. اخر حاجة في درسنا بقى في درس المقارنة والتفضيل التساوي، اللي هو الاتنين زي بعض بالظبط. دي قاعدة سهلة جدا، سجل كده معايا بس انت اكتب عندك التساوي واكتب القاعدة بتاعتك. هنكتب لك كده as صفة as، يعني ايه؟ اقول لك اهوت آية is as طول، ما جيش عند الصفة سواء طويلة او قصيرة. آية is as طول as هبة. طب لو انت عايز النفي عادي هتستخدم isn't وتقول as او so، يعني ده في النفي ينفع تستخدم so والصفة وبعد كده as. دي قاعدة النفي اهي، isn't او aren't حسب الفعل طبعا. يعني احنا اقصد ان في النفي ممكن نستخدم so as، يعني مش لازم as، ممكن نستخدم so as. طيب ممكن نستخدم ايه تاني بقى؟ قال لي ممكن نستخدم the same، يعني نفس الشيء، والاسم من الصفة وبعد كده as. هشرح لك دي بقى، ركز معايا تاني. آية is as طول as هبة، يعني آية نفسه طول هبة. تاني هو آية is as طول as هبة. لو عايز استخدم the same هقول ايه؟ هقول آية is واستخدم الكلمة دي the same. عايزين بقى الاسم من الصفة، الاسم من صفة طول، الاسم من صفة طول. تمام، خلي بالك بقى معايا، هديك انا كل الحاجات اللي موجودة عليك في المرحلة الثانوية كلها. قال لك كلمة big وكلمة small اللي هي ضخم وصغير، الاسم منهم size، ده الاسم، يبقى دي الصفة ودي الاسم من الصفة. تمام، حتى احنا ممكن نقول how big what size، دول بياخدوا what. deep اللي هي عميق، الاسم منها depth اللي هي العمق. expensive و cheap الاسم منهم price اللي هو السعر. far و near اللي هو كلمة distance اللي هي مسافة. high و tall height. old و young age. long length اللي هو الطول. strong strength. وايد اللي هو واسع ومتسع. ويث. تمام، لازم تحفظهم، ده الاسم من الصفة. يبقى انا عايز الاسم من كلمة طول، فين طول؟ اه اللي هو هايت. يبقى هقول آية is the same height as مين التانية؟ هبة. ده بالنسبة لإيه؟ للتساوي. يبقى انت وانت بتذاكر الدرس قسمه ثلاثة اجزاء، مقارنة تفضيل تساوي. تاني مقارنة تفضيل تساوي. اهم حاجة في الجرامر يا جماعة ان انت تحل اول باول وحل كتير، وده احنا بنعمله في القناة، بنحلك كل كتب الخارجية وبننزلك الملزمة وفيها برضو تمرينات. يعني انت لو اشتغلت على كده هتلاقي المعلومة ثبتت عندك. اللي عنده اي مشكلة اكتب لنا في التعليقات. ودي كانت اخر جزئية معانا خاصة بدرس الكومبيراتيف والسوبرلاتيف.